اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. معانا شويه فراخ باقيه، ورك، صدر، حدوته بتاعها كده، هنخليهم ونشوف هنعمل بيهم ايه، بعد كده نغيرهم طعم وريحه وشكل ولون. بعد الفاصل ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل، يلا بينا. معانا ايه؟ شويه الفراخ اللي باقيه، ممكن يبقى طبق جانبي، يعني شويه مكرونه كده بالفراخ جانبي للولاد، حاجه لطيفه، ما فيش داعي ان احنا ايه نهدر البواقي. اوكي، هنعملهم صوص. معايا زبده وزيت زيتون عشان نغير السكه. اوكي، ومعايا توم وزعتر وفلفل حامي، ومعايا زيتون كلاماتا، معايا طماطم مخلية مقطعة، ومعايا طماطم بيوريه وزيتون كلاماتا. اوكي، تعالوا بقى، تعالوا نعمل كده. في الاخر خالص هنرش شوية ايه جبنة رومي على الرش على الوش بعد ما نغرف. هنعمل كده، هنحط زبدة ونعملها نوازات. ما دام هعملها نوازات يبقى مش هحط عليها زيت الزيتون دلوقتي، هستناها الاول لما تبقى بني شويه. نوازات يعني المواد الصلبه اللي جواها تبتدي تتحرق. اوكي، ويبقى معايا دول كده ومعايا ده كده. طب بما انه الزعتر معايا مش فريش، يعني ايه مش فريش؟ يعني جاف مجفف. اوكي، عندي حل من الاثنين لما اجي استعمله، يا اما احط له ميه مغليه واسيبه لك 10 دقايق يشربها، اغطيه بالميه واسيبه لما يستوعب الميه، اوكي؟ عشان لما احطه على الزيت او الزبده ما يتحرقش. يا اما انا هحطه اوريدي في صوص فمفيش مشكله عندي، اوكي؟ اوكي، هنا بنقول هنبتدي هنعمل حاجات لطيفه، الله حلوه. بس احس ان هي ايه؟ بدات من الجناب كده ايه؟ تحمر. دخل في النوازات، احط لها الزيت. تمام؟ بما اني بعمل صوص احمر مش ابيض، اوكي، فالنوازات هيدي طعم احلى، وفي نفس الوقت مش هيطغى حرق الزبده على لون الصوص. اوكي، خلاص كده اهو، زي ما احنا شايفين بدات تبقى بني، تخلصت من المواد السائله اللي فيها. اوكي، وبدات تحرق. تمام، خلاص احط بقى هنا، معلش عشان خاطري، اهدى بقى كده، اهدى. يا ولد. اورايت، وشويه توم حلوين. اوكي، شيل ده كده على جنباتك. وا نعمل كده، وا. اوكي، نصفر، ننزل بالفلفل الحار زي ما انتوا عايزين بقى، كتير قليل دي بتاعتكو، مش هحط كتير. اوكي، وبعدين احط الطماطم في الاول ونعمل كده. اوكي، وهنا بقى اقدر ايه بدون احراج، بدون مشاكل، بدون ما تعمل لي اي حاجه مش كويسه، احط الزعتر. اوكي، ها
هنملح بقى نونه ونفلفل شويتين. اوكي يلا ابتدي بقى ايه ادبل الطماطم دي تدبل. وقلت لكم معلومه قبل كده، لما بنحط طماطم كاسيه عشان اعمل صوص كون كاسيه بيبقى الطماطم مش جامده قوي، يعني طماطم شويه طريه، مش طريه لايك يعني هتبقى بايظه بقى، لا، لكن مش ايه، مش جامده بتاعت سلطه يعني، اللي هي بنسميها خضرة، هي مش لونها اخضر لكن بتبقى قاسية. ما فيش داعي اجيب القاسية دي، ربنا يكفينا شر القساوة. اوكي تهدى، مش تهدى يعني، قصدي اقول ايه، تبتدي الطماطم تدبل شوية. بعد ما تدبل الطماطم شوية اوكي، والاقي بقى ايه الزبدة والزيت بدأوا يطلعوا على الوش شوية، احط البيوري بتاعي. اوكي يس يس، حلوله. اهو بدأنا نشوف زيت كده او مواد دهنيه على جناب الوك بتاعنا او الطاسه او الحله، اللي انا بحب اشتغل بالوك دايما لانه الحقيقه بيديني اللي انا عايزه. اوكي كده اهو هعمل ايه بقى؟ لا هحط شويه كمان. وبعدين هدي شويه ميه نونه اوكي، واسيبها على النار لغايه ما الميه النونه اللي انا حطيتها دي تبتدي ايه تتبخر، ترجع تاني الصوص غليظ ولطيف وجميل جدا. يلا شويه ميه بقى. يعني بصوا الصوص بالتقل ده كويس، بالكثافه دي كويس، يعني عايز اوصل للكثافه دي، وانا عايز اوصل للكثافه دي يبقى احط شويه ميه كمان، علشان لما عقبال ما الصوص ده يستوي تماما تكون ايه اديتني التقل اللي انا عايزه. التقل ياض يا تقيل. اوكي كده خفت، اسيبها بقى تقول شويتين وترجعني مطرح ما كنا، اتقل شويه. احط بقى هنا ايه معاها قبل ما تتقل وتحمل لي حدوته لطيفه، نحط بقى ايه الفراخ اللي قطعناها وشرحناها والكلام ده كله. هنشيل منها الفراخ طبعا، العظم طبعا والكلام ده مفهوم، بس كمان هنشيل الجلد. اوكي وانا اقطعها تشانكس كده. حلو كده؟ حلو كده. يلا تعالوا بقى نحط شوية ايه؟ زيتون كلاماتا مخلي. لايك كده لطيف. يلا بينا. حلوة اللولة؟ حلوة اللولة. هعمل ايه بقى؟ هحط المكرونه عليها. تمام؟ حلو ده، حلو ده. هحط المكرونه عليها على قد بقى ايه؟ شوف انا مش هحط بقى طبعا الكيس كله. هنحط شويتين ثلاثه كده ايه؟ اللي بيها تديني يعني كده.
تحطوش مكرونه كتير قوي، هنشوف يعني لازم يكون في البروبورشن. ايوه كده، ايوه كده، عشان لا ده يضغط على ده ولا ده يضغط على ده. يبقى كده ايه، لما بحط المكرونه كمان خلوا بقى المكرونه تبتدوا تسلقوها بعد ما تبتدوا في الحدوته دي، عقبال ما تسلق المكرونه تكون الحدوته دي ايه خلصت. اعمل ايه بقى؟ لما اجي ازود ميه ازود ميه من سليق المكرونه. ليه؟ لان فيها شويه نشا، ده بيساعدني اكتر على قوام الصوص. اوكي، وبتبقى سخنه لطيفه جدا. حلو كده، الله. بس ايه، المكرونه تسخن اغرف. اوكي، انت بقى ايه خلاص. يلا بينا، يلا بينا. طب انا مش هغرف هنا ليه؟ هو طبعا شكله حلو قوي، لطيف جدا، حبيته، لكن كده هيبقى شكلها احلى. الازاز هيبين الدنيا من تحت وهيبقى شكلها احلى. يلا بينا، يلا بينا، تعالوا. اوكي، يا جميل يا جمال، يا جميل يا جميل. All right. وريني كده بقى. اها. لطيف. يلا شويه بقى ايه، جبنه رومي مبشوره على الوش كده. اوكي، كمان شويه عشان الكميه كبيره، وتقدموا الباقي جنبها يبقى لطيف برضه. يلا بينا، يلا نقدم بقى كده ونقول بألف هنا وشفا، واشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. ابقوا معنا.